ادهم يا سمرة قلبت الوضع يعني. شايف السر بقى ايه يعني؟ دي الاغنيه هنقدر طول الوقت عايشه معاك يعني، كل فنان له اغنيه اللي بيكمل بيها عمره. اكيد اكيد. هقول لحضرتك على حاجه، انا شايف انه سرها في بساطتها، في تبقيتها. هي عبرت عن صوت ناس كتير ما بيبقوش عارفين يقولوا الكلام ده، فيمكن العبد لله ربنا الهمه وعرف يقول الكلمتين اللي الناس نفسهم تقولهم. بس كل واحد بيعدي عليه تجربه في حياته بتبقى مش حلوه قد كده، فبيبقى عايز يخرج منها بقى، فبيضحك فبيهزر. يمكن احنا عبرنا عن ده في اغنيه، فربنا كرمنا. كم بنت سمراء يعني انتهت معاك بقى بحالة عكسك وعجبها الموضوع؟ يا باشا احنا في مصر احنا كلنا سمر. لك انت تخيل. انت ما تخيل. انت ما تقلش عن ريالش. قولي بقى الحاجة اللي عجبتني. حد كان عامل فيديو، وقاطع حتة من الفيديو وانا بدي راح اجيب الجيتار من على البيتش، مطلع كلب بيجري ورا، مطلع كلب بيجري ورا، كلب عمال يجري وانا عمال اجري قدامه، بس وقفل الفيديو وظبطك كده. جدا جدا جدا. انا بحب الناس اصلا جدا. اكيد. عايز اعرف منك بقى، شايفين بتكرم في وسط النجوم مهرجانات، في وسط ناس موقعين نقابه رافضه، وفي ناس نقابه قبلها، الموضوع مختلف حتى النهارده. انا شايف انه العالم بيتغير، لغه المزيكا بتتغير، طريقه فهم استيعاب الناس للاغنيه بتتغير. ماشي. انا رقابه الموسيقيين في النهايه هي رقابتي. ماشي. انا معاها وانا ايدها، ولكن انا برضو درجه بسيط انه يبقى في تفاهم مع طريقه الموسيقيه الجديده، يبقى في استيعاب دماغ الشباب، انه يبقى في استيعاب دماغ شباب مش الشارع حتى، لان هم استيعابهم للموسيقى اختلف. وان شاء الله ان شاء الله المشاكل دي كلها وقتيه، بس لانه دي حاجه بس طالعه جديد، شويه والدنيا هتتحل وهتبقى احسن من كده. بس انا بيقولوا ان مثلا حتى اي حمد بيك مثلا صوته ما ينفعش يغني اصلا، شايفها مصادره مثلا ولا رايك في الموضوع؟ انا ما اقدرش ادي راي في حد. انا مش في منصب انه يخليني ادي راي في حد، وما اقدرش اقول راي في حد. ماشي. لكن اللي انا اعرفه كويس ان حمد بيك طيب جدا، ده اللي انا اعرفه جدا، وعفوي وتلقائي جدا، ده اللي انا اعرفه. عايز اعرف انت ممكن تغني دايما مع اي حد من نجوم المهرجانات؟ والله انا بشوف ان في ناس اصواتها حلوه جدا، في عمل مشترك يا جماعه هيكون ليه عليا وعليه. لا مين اللي بيعجبك تاني بصوت حلو؟ حودة فندق. ماشي. حودة يعني حودة غير ان صوته حلو، هو صغير جميل جدا، ولاد جميل جدا. ماشي. مسلم، لو اني ما كنتش اقدر اعتبر مسلم، في مسلم تاني مش مسلم التنسيق، لان مسلم التنسيق ده اخويا برضه حبيبي جدا. ماشي. انا بتكلم على مسلم التاني اللي عنده اغنيه خطر مع حودة. بسم الله ما شاء الله صوته جميل جدا، انا احب ان انا اشترك معاه في حاجه مثلا. قلت لي عليه حري، ولا مسلم ما يعرفش يصنف مهرجانات قوي، هو متنوع ودي حاجه عجباني فيه جدا. طبعا. انت عايز ايه جديد كمان بقى الفتره اللي جايه؟ في ثلاث بروجكتات كده انا شغال عليهم الفتره دي. نعدي بس السيزون بتاع راس السنه اللي بيبقى فيه الكريسماس والهيصه والدوشه وبتاع، الدنيا تهدى شويه وننزل حاجه ان شاء الله قريب. غني للبيضه ولا لا؟ تعالى حفله السايه اللي جايه وانا اقول لك. والله اكيد البنات البيضاء غيرانة. لا لا يا باشا، لا 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 مفيش الكلام ده، مفيش عنصرية خالص في الموضوع. انا قلت يا سمرة عشان احنا سمر هنا في مصر يا جماعة، احنا كلنا في مصر سمر هنا. بس لا بس البنت البيضاء اكيد غيرانة وكلموها، ادي لك رسائل كده هنبقى نعمل لها اغنية. ناوي عليا في حفلة السعي ان شاء الله، يكون معايا ضيوف جامدين جدا ان شاء الله، يبقى يوم لطيف، ونحدد الميعاد ان شاء الله، وتخشوا تنوروا على البيج بتاعتنا وعلى اي منصه سوشيال ميديا بتاعتنا، تعرفوا الميعاد في اقرب وقت ان شاء الله. احلى هديه جات لك من معجبك كانت ايه؟ كان في رسمه حلوه، كان في رسمه حلوه قوي قوي جات لي في مره. ماشي. من حد هي ارتست اصلا. ماشي. واتبسطت بيها جدا جدا، ولسه ما احتفظش بيها لغايه دلوقتي. رساله بقى عايز توجهها لحد واحنا داخلين على سنه جديده كمان تقول لها؟ والدتي اقول لها كل سنه وانت طيبه، والله يا رب يكون تربيتك تمرت ونفعت يعني، اتمنى ورب ان شاء الله تعيش كل سنه.